نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد الذي يكون عباره على واحد الوجبه اللي هي عالميه تعشقها الكبير والصغير. وهذه الوجبه معروفه بزاف بزاف واللي غادي تكون وجبه سهله ولذيذه ان شاء الله باذن الله، اللي هي وجبه كانتار ديالي في الخليج. انا كليتها في دوله قطر ولقيت الخليجيين تيحماقوا على هذه الوجبه هذه، وبزاف بزاف ماشي غير شويه. وانا بحثت عليها مزيان حتى عرفت المقادير ديالها وعرفت كيفاش كدير تصاوب. ومن بعد ما رجعت للمغرب بديت كنصاوبها لوليداتي وبدات كتعجبهم بزاف بزاف. واليوم قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، وغادي نخليكم مع المقادير ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نبقاو مع المقادير. يلا بسم الله. عندنا 2 كيلو ديال الفخاط ديال الدجاج، عندنا نص سيترون ديال الحليب، وعندنا 3 ديال المعالق ديال الحامض، وعندنا 4 البيضات، وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندنا معلقه ديال السودانيه، وعندنا معلقه ديال الثومه بودره، وعندنا الابزار مطحون، وعندنا سكينجبير معلقه معلقه، وعندنا فلفله حمراء معلقه، وعندنا الثومه بودر. ودابا ان شاء الله غادي نخلطوا هاد المكونات غير نبقاو. بسم الله، اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا محمد. ونبداو على بركه الله. نبداو نخويو الحليب ديالنا هو الاول، بسم الله. هما 4 البيضات ديالنا غادي نخلطوهم مزيان مزيان. ونديروهم في الحليب. من بعد ما درنا البيض دابا غادي نديرو العطريه ديالنا ان شاء الله باذن الله. هي هذه العطريه. غادي نخلطو هاد المكونات مزيان حتى تجانس معانا. المولا ديالنا دابا غادي نوضعو هاد الفخيطات. هاد الفخيطات غنحاولو نديرلهم شويه ديال نفلحوهم بحال هكا، نميس هاد الشكل هكا ونوضعوهم بحال هاد الشكل هكا. هاد الدجاج ديالنا راه مغسول بالحامض والملحه وبات الليله كامله في الثلاجه. من بعد ما غادي نوضعوه في هاد الشرموله ديالنا غادي نخليوه شي 6 ساعات في الثلاجه ونرجعوا مع المكونات الاخرى ان شاء الله. غادي نغطيه وغادي نخليه في الثلاجه لمده 6 ساعات ومن بعد نرجع معكم للمرحله الثانيه. بعد ما دازت 6 ساعات خرجنا الفخاط ديالنا اللي هو الدجاج من الثلاجه كما كتشوفوا.
شرب في الشرموله ديالو. ودابا ان شاء الله ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غناخذو الفرص اللي قيمت واحد نص كيلو ولا قيمت واحد جوج سلايف، الزلافه الاولى الزلافه الثانيه، وناخذو العطريه ديالنا اللي كما هي العطريه ديال الاولى اللي شرملنا بها الدجاج. العطريه ديالنا فيها دابا فلفله حمراء، فيها البصله بودر، فيها السودانيه، فيها الابزار، فيها سكينجبير، الملحه، الثومه بودر، وعندنا النشا. هادو هما العطريه تقريبا اللي درنا. هذه زدنا فيها غير النشا، وعلى بركه الله. ونخلطوا هاد المكونات كاملين، نخلطوهم يتخلطوا كاملين. جبنا الطحين ديالنا وخلطناه، نبداو نهزو هاد الخليط ديالنا ونطروهم بحال هاد الشكل هكا، ونديروهم هنايا هكا وهكا. راه غادي نديروهم المرة الأولى على هذا الشكل هكا، نستمروا على هذا الشكل هذا حتى نكملوا الخيطات ديالنا، ومن بعد نرجعوا للمرحله الثانيه الثالثه. بعد ما كملت الدجاج ديالي هو هذا، غادي نعاود مره واحده اخرى نديرو في هذه الشرموله ديالنا على هذا الشكل هكا، ونهزو ما نديرش بزاف، اي واحد 8 3 ثواني ولا 2 ثواني، وعاوتاني نعاود له الطحين باش كتجي ديك التكرميله ديالو، وكيجي بنين وزوين. زيد دابا هاي سخنات، بسم الله، ونحطو عاوتاني ونضبطوه لهنايا بهذا الشكل هكا. كنتاكي ديالنا جا الحمد لله مقرمش وجا لذيذ، نتمنى تجربوه وترد علينا الاخبار ان شاء الله. هذا هو اللي كاين كما شفتيو، الوجبه ديالنا هيا وجدات، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك ما تنساوناش ملي لايك ديالكم مع فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.